قبل لحظات، وأرحب بزميلي مسعود الحريري. متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في هذه اللحظات انطلاقة الشوط السادس للثنايا القعدان، المسافة هي 8 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الصباح، ونتابع وإياكم ما يدور في مقدمة الشوط وصراع المقدمة مبكرا مع هذه الثلاث الأسماء المنطلقة، وأولها فخر لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي في هذه اللحظات. ولكن أرى التسلل القادم هناك مع شباب لخميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي من الجانب الأيمن، غير على مقدمة الشوط والمركز الثالث. نتابع هناك اللي على المركز الثالث ملفت لمنصور بن سعد بن قذلة الإحبابي، قادم مع المركز الثالث مندفعا هنا في هذه اللحظات وباندفاعة ملفت، بينما النقلة على المركز الرابع. المركز الرابع في هذه الانطلاقة نشاهد القدوم من الأسد لعبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني على المركز الرابع. المركز الخامس نشوف اللي على المركز الخامس، وقادم هناك اللي هو مشرف لعلي بن مسعود بن علي الشعفول المري. هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة والمندفعة باحثين عن ناموس صباحي بفوز مستحق هنا، ولكن العودة إلى شباب، إلى المقدمة، إلى الصدارة بشعار المريخي هنا في مقدمة الشوط، ينطلق ويندفع بهذا الشعار وبهذا الأداء المتميز في صدارة هذا الشوط. نشاهده هنا شباب لخميس بن محمد بن عويضة المريخي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، على المركز الأول على الصدارة هنا مع شباب اللي يقود مسار هذا الشوط باندفاعته مع المركز الأول. المركز الثاني نشوف المركز الثاني فخر على ثاني المراكز منطلقا بشعار سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، مع المركز الثاني منطلقا بشعاره على ثاني المراكز في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث، المركز الثالث نشوف ملفت لمنصور بن سعد بن قذلة الإحبابي على ثالث المراكز منطلقا بشعاره بن قذلة هنا في هذه اللحظات، مع ثالث المراكز منطلقا بأدائه في ثالث المراكز. المركز الرابع نشوف اللي قادم مع المركز الرابع هناك اللي على رابع المراكز مشرف لعلي بن مسعود الشعفول المري هنا في هذه اللحظات، بينما أرى هنا اللي هو الأسد لعبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني يعود مرة أخرى إلى مركزه وإلى المركز الرابع هنا الشهواني منطلقا في هذا الأداء والاندفاع مع المركز الرابع. هنا المركز الخامس اللي هو مشرف لعلي بن مسعود بن علي شعفول المري هنا في هذه اللحظات، الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى، ولكن شباب، شباب على المركز الأول على المقدمة في هذه اللحظات باندفاعته هنا لمالكه خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، مقدما أداءه وتميزه في هذا الشوط هنا بشعار المريخي، بشعار المريخي هنا، هذا الشعار اللي سجل بصمات هنا بهذا الأداء المتميز وبقيادة هنا محمد بن سعود الهاشمي، من يتابع أبو ذيب في عملية تضمير بانطلاقة ولا أروع، بانطلاقة مع هذا الشعار وهذا الاندفاع لخميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي مع المركز الأول ومع الصدارة مندفعا بهذا الأداء المتميز. المركز الثاني،
نشوف المركز الثاني والتسلل من ملفت اللي عينه على الناموس لمنصور بن سعد بن محمد بن قذله الحبابي على المركز الثاني منطلقا بأدائه واندفاعته مع المركز الثاني هنا في هذه اللحظات بانطلاقة ملفت. وتابعوا ملفت اللي يلفت الأنظار بأدائه هنا مع المركز الثاني منطلقا بهذا الشعار، شعار بن قذله. المركز الثالث شعار المدهوشي قادم في هذه الانطلاقة. نتابع هنا المركز الثالث اللي هو فخر ويحمل الرقم 3 على المركز الثالث سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع المركز الثالث منطلقا بهذا الأداء المتميز مع ثالث المراكز. المركز الرابع ما زال الأسد متمسك في مكانه هنا لعبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني على المركز الرابع بانطلاقته في رابع المراكز مندفعا بهذا الانطلاق. المركز الخامس نشوف شعار بن شعفول على المركز الخامس مقدما لنا مشرف لعلي بن مسعود بن علي شعفول المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى. وإن سألتونا عن الموقع نحن أيضا نغادر انتصاف المسافة ومقبلين على بوابة العبور 3 كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط باندفاعة هذا أيضا هذا الشوط، شوطنا السادس المخصص للثنايا، والمسافة هي 8 كيلومترات. نعود إلى المقدمة، نعود إلى شباب، إلى شباب المريخي على المركز الأول على المقدمة مندفعا في مقدمة الشوط لخميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي هالروضة راشد منطلقين بأداء وتميز هنا وباندفاعة شباب مع المركز الأول ومع الصدارة. نتابعه في مقدمة الشوط مندفعا بهذا الأداء المتميز كما عودنا هذا الشعار على الانطلاقات والاندفاع في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني المركز الثاني هناك ملفت لمنصور بن سعد بن محمد بن قذله الحبابي على المركز الثاني منطلقا في هذا الأداء مع ثاني المراكز. ملفت على المركز الثاني يبي يلفت الأنظار، ملفت باندفاعته مع المركز الثاني هنا ويشكل خطر على مقدمة الشوط لوحة 3 كيلومترات، بينما المدهوشي قادم مع فخر. فخر على المركز الثالث منطلقا بشعار سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي على المركز الثالث منطلقا بهذا الأداء. والثلاثة اللي زانبهن لقى وغادرت بقية المراكز اندفعت اندفاع كلي، ولكن أرى الاسم القادم، أرى الشعار القادم في هذا الانطلاق. نتابعه ونتابع اندفاعته هنا في هذه اللحظات. من يصلنا من الجانب الأيمن منطلقا هنا اللي هو الأسد. الأسد قادم مع المركز الرابع عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني على رابع المراكز. المركز الخامس شعار بن شعفول قادم هنا مع مشرف لعلي بن مسعود شعفول المري. السلام، هناك أيضا قدوم أسماء قادمة. الفائز مع علي بن دلهم، يلا يا أبو دلهم، يلا يا أبو دلهم، هنا الناموس غالي وهنا الانطلاق وشعارات اخرى قادمة. هناك الصايل مع العثب الخزع، ولكن نعود الى المقدمة، الى صراع المقدمة باندفاع المركز الاول. شباب على المركز الاول على المقدمة، شباب على الصدارة، شباب نتابع في هذه اللحظات باندفاعته مع المركز الاول. يا السلام بهذا الانطلاق، نتابع شباب اللي مع المركز الاول لمالكة خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي على المركز الأول وعلى الصدارة مندفعا بهذا الانطلاق مع المركز الأول مع المقدمة. بن قذلة على المركز الثاني كيلوين على خط النهاية. يا المريخي يا المريخي، ركز ركز يا المريخي، كيلوين على النهاية. وهنا المقدمة مع شباب. المركز الثاني ملفت مع بن قذلة الإحبابي قادم مع المركز الثاني. هنا منصور بن قذلة يقدم لنا ملفت مع المركز الثاني. المركز الثالث
نتابع القدوم مع فخر سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وشوفوا الأسد اللي تحرك، الأسد عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني بدأ يتسلل، بدأ يقترب إلى المقدمة، إلى ركب الصدارة، إلى المقدمة. نتابع في هذه اللحظات مندفعا منطلقا مع المركز الرابع، المركز الخامس، نشوف المركز الخامس بن شعفول مع مشرف علي بن مسعود الشعفول على المركز الخامس. يا سلام هنا في هذه اللحظات، ولكن نعود إلى المقدمة، إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى شباب، شباب على المركز الأول على المقدمة. يا سلام يا شباب، يا سلام، الحزام الأخضر، الحزام الأخضر هناك بانتظار الفائزين، بانتظار اللي يبي الناموس في مقدمة الشوط. هناك شباب مندفعا منطلقا مع الصدارة، يا سلام، قائدا لهذا الشوط بشعار المريخي، بشعار المريخي، يا سلام. شباب خميس بن محمد بن عويضة المريخي قادم مع شباب على المركز الأول، بدأ يغادر، بدأ يزيد من سرعته مع الكيلو المتر الأخير. المركز الثاني ملفت على المركز الثاني، منصور بن سعد بن قذلة الحبابي. المركز الثالث فخر لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الرابع انتابع هنا بن شعفول مع مشرف على رابع المراكز، والمركز الخامس هناك الشهواني. ولكن نعود إلى سيد الموقف، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء مع 600 متر الأخيرة. وهنا شباب يقوم راس وينتهي راس شباب المريخي. الله على هذا الأداء، ومشكور يا أبو ذيب، مشكور يا أبو ذيب من يقدم شباب. ولكن ملفت خطير يا المريخي. الأمتار الأخيرة، يا السلام، ملفت مع منصور بن قذلة الإحبابي على المركز الثاني، ولكن المقدمة، الصدارة، الأمتار الأخيرة. شباب ملفت، شباب، يا سلام يا شباب، سلام والتحية والاحترام إلى الروضة راشد مع فوز شباب وانتصاره في هذا الشوط وفوز المستحق. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. ولكن الأمتار الخطيرة، شباب، تهانينا والناموس لمالك شباب خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي. والتوقيت يتحطم مع شباب. تهانينا يا ابو محمد على هذا الناموس، ومشكور يا ابو ذيب. محمد بن سعود الهاشمي المركز الثاني، وصل ملفت لمنصور بن سعد بن قذلة الاحبابي المركز الثالث. المركز الثالث فخر لسالم بن عامر المدهوشي. المركز الرابع مشرف علي بن مسعود الشعفول. والمركز الخامس عكاش حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري. التوقيت يتحطم، 12 دقيقة 47 ثانية و64 جزء من الثانية. تهانينا يا المريخي، تهانينا إلى الروضة راشد وهذا الفوز المستحق والتوقيت الأفضل. تهانينا يا أبو ذيب على هذا الناموس. المركز الثاني وصل ملفت، 12 دقيقة 48 ثانية 24 جزء من الثانية. تهانينا لمنصور بن قذلة الإحبابي على هذا الفوز والانتصار مع ثاني المراكز. المركز الثالث من وصلنا هنا فخر، توقيت الزمني 12 دقيقة و57 ثانية و10 أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي.